تأكيد هنجيب فرص كل فريق النهارده على حدة عشان نتفرج عليها ونحلل بشكل قوي، لكنه النادي الأهلي أنهى الشوط الأول مضغوط بعد 19 دقيقة أو 20 دقيقة أو نقول 22 دقيقة. النادي الأهلي لجأ للدفاع، بيراميدز كان أكثر استحواذا، لكن زي ما أنا قلت بن شتيمة ما كانش في خطورة على المرمى. يعني الشناوي النهارده من أقل محمد الشناوي من أقل المباريات اللي اختبر فيها، وحتى أحمد الشناوي يعني الكرات الثلاثة تقريبا اللي اتشاطوا على المرمى راحوا ثلاث أهداف. لكنه لماذا لم ينجح بيراميدز في استغلال استفاقته في الثلث الأخير أو النص الأخير من الشوط الأول، وكيف تغلب النادي الأهلي على ضغط بيراميدز اللي كان موجود في وسط الملعب؟ النادي الاهلي صحيح في اوقات كتير كان بيفقد الكوره، نعم، وتبقى دايما الكوره معظم الوقت بعد الثلث ساعه الاولى في رجل بيراميدز، لكن النادي الاهلي وهو بيلعب دفاعيا بيلعب في سمك 30 متر. نعم، لو جبنا لقطات، انا قلت هجيب لي لقطات الاهلي وهو بيدافع وهو عامل كومباكت، نعم، في 30 متر من اكثر المباريات اللي دفاع الاهلي مصحصح فيها، مفيش مجال، نعم، مفيش بين الخطوط اي حاجه، نعم، 30 متر الفرقه كلها في 30، نعم، متر من الديفنس، هي 16 متر بالظبط في تقريبا معظم اللعيبه بتوع الفرقتين، مفيش، نعم، اي منفذ، نعم، لكره تلعب ثرو او كره ورا الديفنس اطلاقا. ولذلك بيراميدز يعني انا مش شايف له فرص، يمكن الفرصه الوحيده اللي في الشوط الاولاني، نعم، بتاعت علي جبر، نعم، اللي اتعمل بالهيدز من محمد، نعم، حمدي وطلعها فقط. لكن خلاف ديت النادي الاهلي قافل بشكل كويس جدا ورا الشناوي، مفيش اي مجال ان فريق بيراميدز حتى يشوط او يسدد. صحيح النادي الاهلي ما قدرش يبني منها هجمات كتير، نعم، لكن مهم جدا انك انت في بعض الاوقات لازم لو تلاقي قدرات الفريق اللي قدامك في الاستحواذ، نعم، اكبر، لو فتحت هيلعب حاجات بينيه، نعم، للاعيبه المهمه، خاصه انه كان مسجل هدف بالظبط، نعم. ولذلك النادي الاهلي لعب وصبر، يعني على فكره صبر، يعني عنوان اللقاء الصبر، صبر، نعم، ده الصبر التكتيكي، نعم، ان انا اصبر على هذا الاداء، وخاصة أنا سجلت هدف وبعدين سجلت هدف تاني وهكذا، فأنا متقدم وأنا مش محتاج إن أنا أفتح وأروح وأعمل، خاصة بلعب مع فريق معظمه نجوم جيدين جدا. أدي واحدة، نعم، من أول اللعب دي عملها، نعم، كريم فؤاد، كريم فؤاد، وبعد كده هتلاقي واحدة تانية اتلعبت هيدز لشادي جنب القايم، أيوة بالظبط، نعم، يعني النادي الأهلي كان متواجد حتى في الفترة التلت ساعة الأولى لحد ما جه الهدف. النادي الاهلي بيقول الصبر دي ليه؟ لانه لو النادي الاهلي، ودي من ضمن الحاجات اللي حصلت في مباراه فيوتشر، نعم، النادي الاهلي ما صبرش، نعم، جه في اخر الوقت وهجم ب10 لعيبه، ده صحيح، وبعدين فيوتشر عمل هجمه مرتده بعدد اكثر من النادي الاهلي، نعم، بالرغم ان هو بيلعب ناقص اساسا، نعم، ودي كان من ضمن الحاجات التكتيكيه الغلط، نعم، انما هنا النادي الاهلي شوف صابر على طول في المساحه، ده النهارده ده الفترة اللي كان بيهاجم فيها بشكل كويس، وده الجول بقى، شوف الكورة بقى، يعني زي ما قال وليد القرار، نعم، طبعا، لكن أيضا القدرة التكنيكس، وبعدين القوة الباور اللي، نعم، بتشوط بيها، الباور دي حاجة مهمة جدا، إن الكورة بتطلع من رجلك بسرعة وبقوة كبيرة جدا، ممكن واحد في مسافة صغيرة زي دي تروح زي الجيت، نعم، ولذلك ما قدرش الشناوي إن هما يستوعبها أبدا، ودي من مميزات السولية. وبعدين حتى في الشوط الثاني برضو الهيدز، وانا اذكر برضو ان هو سجل في فاينل افريقيا، نعم، مع نادي الزمالك، سجل اول جول برضو راسيه، والجول الثالث الحقيقه حسين الشحات لما نزل هايل، ربما يعني في فوائد بتحصل، يعني، نعم، اصابه مع انه كريم كان كويس، كريم فؤاد مع انه كان كويس، لكن برضو كانت فايده، نعم، لحسين الشحات ان هو برز بشكل كويس الحقيقه، نعم، بقى يفوت بشكل كويس ويرقص، نعم، ويتعاون في الناحيه اليمين، عامل قلق كتير جدا مع محمد هاني، هو محمد هاني، وبعدين نجح في ان هو يسجل الكره الهدف الثالث لما اتلعبت وتغير اتجاهها. فانا اعتقد انه حتى التغييرات اللي عملها الكولر برضه بنزول عبد القادر، ولو انه نزل وقت قليل، وكان طبعا هو خايف علشان، نعم، هو كان مصاب قبل كده، برضه كان تغيير جيد ومهم جدا. فانا شايف انه يعني محمد شريف لما نزل، نعم، برضه من المرات القليله اشوف شريف متشبث، ايوه، واجريسيف، نعم، مع المدافعين، نعم، يعني ما مش لاعب بهدوء ولا. فالحقيقه انا شايف النادي الاهلي عمل مباراه كبيره جدا، نعم، حتى لو الناس هتقول والله ده الاستحواذ لفريق بيراميدز، لكن انا يهمني ما يجيش فيها جول، وقدرت ان انا استغل المساحات، نعم، واسجل ثلاث اهداف. اعتقد نتيجه حلوه للنادي الاهلي، ارجو انه يبني عليها في المباريات اللي جايه، واللعيبه تحس بقيمه العطاء والجهد، نعم، والحده البدنيه والشراسه في الاداء
سواء دفاعيا او هجوميا، اعتقد دي كلها مكاسب النادي الاهلي.